تعتبر أكلة الرنجة والفسيخ من الأكلات الشهيرة لدى المصريين، خصوصا في فصل الربيع أو في عيد شم النسيم. الرنجة هي عبارة عن أسماك مدخرة، فيما الفسيخ عبارة عن أسماك مملحة، إلا أن اختصاصي التغذية حذروا من تلك الأسماك لخطورتها على الصحة وعدم صلاحية استهلاكها، ولكن ورغم ذلك ما زالت تفرض حضورها بقوة على موائد الكثير الكثير من المصريين. للمزيد عن الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور هاني أبو النجا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، ازيك، اخباركم ايه؟ صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بك يا دكتور. يعني احنا ما نقدرش نتخيل شم النسيم من غير الفسيخ ولا الرنجه، ما يبقاش شم نسيم. يعني احنا يمكن تورطناها من ايام الفراعنه وفضلنا مستمرين عليها، محافظين على التاريخ ده، تاريخ بالنسبه لنا، ولكن هناك قيم غذائيه، هل هناك فائده منها ولكن كلها اضرار؟ هو طبعا احنا مش هنعرف نغير، يعني حاولنا كتير وعملنا محاولات كتيرة لتغيير الفكر عند الشعب المصري في العموم وفي الوطن العربي، هو مصر وفلسطين او مصر وقطاع غزة هم اكتر اتنين مستهلكين للرنجة والفسيخ، وحاولنا كتير نوصل بعض المعلومات هنعيدها تاني. اول مؤشر بنقوله للناس ان وزارة الصحة بترفع دايما حالة الطوارئ في التوقيت دوت، وبتمنع اجازات الاطباء كلهم عشان تحسبا للامراض اللي ممكن تحصل، وده انذار شديد اللهجة للمواطن المصري، ولكن طبعا ما زلنا بنتعامل مع دول. ببساطة شديدة هنقول للناس ان الرنجة لما نيجي نتكلم عنها وهي فعلا زي ما قال عادل في المقدمة هو سمك مملح، وبالتالي لما بنيجي نتعامل معاه بيزيد نشاط البكتيريا في حالة تصنيعه. نشاط البكتيريا ده بيصل إلى بعض الأمراض الخطيرة، هو طبعا خطر جدا على مريض الضغط والكلى والكبد، وفي نفس التوقيت كمان بيزيد معاه بعض السموم اللي موجودة تؤدي إلى بعض المشاكل، منها حالات تسمم، وحالات تسمم دي تبان عند المواطن في ضعف الرؤية وإزدواجية الرؤية، ثم حالة من الضعف العضلي، ويجيله حالة من الإرهاق شديد، وإن لم يسعف عن طريق بعض المحاليل قد تكون حالة خطرة على حياته. يعني الكلام ده ينطبق على الفسيخ والرنجة ولا الفسيخ بس؟ ينطبق على الفسيخ الاول بحد اكتر شويه، لان هنا التمليح غير السمك المدخن. الرنجة اقل ضررا من الفسيخ لانها ما بتعديش بهذه المراحل الخطره، وبالتالي الرنجة يعني احسن شويه، لكن الاثنين ناتج لنسبه الملوحه العاليه يؤدوا الى بعض المشاكل. فوائدهم من الناحيه الثانيه ممكن يكون مفيد لمرضى الضغط المنخفض، وبالتالي بس زيهم زي اي حاجه مملحه تقدر تساعد على رفع الضغط. الاثنين فيهم اوميجا 3 دي مادة مفيدة لعضلة القلب، الاثنين فيهم فيتامين ه، ودي برضو حاجة مفيدة لحركة الدم والأمعاء، وبالتالي ده النقطة المفيدة الصغيرة اللي موجودة فيه. دايما ينصح بالاستخدام أو الاستهلاك أقل كمية ممكنة، ولكن ده اللي ما بيحصلش مع المواطن المصري، الكمية بتبقى كبيرة. طيب لو قررت انك تاكلها هنقول لحضرتك لابد من وجود الجرجير والخس، لان ده بيمتص الاملاح وبالتالي يقلل من خطوره الاملاح. لو سمحتوا الاكثار والمبالغه في الليمون، لان ده يؤدي الى قله البكتيريا والحالات السامه الموجوده داخل التصنيع غصب عنك، وبالتالي غصب عننا كلنا، وبالتالي نقلل شويه بعض الاضرار. طيب هل معنى ذلك دكتور هاني يعني انه قائل من يقول بانه المطبخ التركي لدي ايضا يشوي السمك اللي عادة يكون مملح بطريقة كبيرة جدا، وأيضا اللحم، هل شرب المياه بكثرة يساعد على أنه تعدي هذه الأكلة بسلاسة وسلامة؟ هو شرب المياه في العموم احنا تخيلوا معانا بس المجرى الدموي وهو نهر، والنهر ده كل ما كان فيه حاله من الانسيابيه كل ما كان سرعه التمثيل الغذائي العام مهمه، وبالتالي جزء من التمثيل الغذائي التخلص من السموم، فطبعا اكيد شرب المياه هيفيد. ولكن تاني هنا هو العلاقه ما بين التمليح الكتير وزياده الصوديوم وزياده نسبه المياه، هو هيعمل حاله من اختزان للصوديوم جوه الجسم برضو زي ما هيساعدك على تخريج السموم، لكن طبعا
في المطلق لو قلنا هنحط الجرجير والخس عشان نتخلص من التمليح الزياده، هنحط الليمون كجزء من الحمايه ضد التسمم اللي ممكن يحصل وضد البكتيريا اللي هتنشط في حاله تصنيع الفسيخ بالذات، وطبعا الميه هتبقى جزء من العلاج اكيد مؤكد، ولكن دايما هتفضل النصيحه ابعدوا عن التدخين، ابعدوا عن الرنجه والفسيخ. طيب يا دكتور، انا يعني لم اتذوق نهائيا لا الرنجه ولا الفسيخ، يمكن انا بحب طريقه بالرد شوي السمك شوي ربنا يحميك يا رب من الادمان ده من امثالك. طيب لكن خليني انا ايضا اسال، حالات التسمم الكثيره اللي نسمع فيها سببها ايه؟ السبب الرئيسي هو في حالة التصنيع أو التمليح الزيادة تنشط البكتيريا تنشط البكتيريا لداخل السمكة بصفة عالية، وبالتالي وتتطور كمان من سنة إلى أخرى إلى أنواع مختلفة من البكتيريا، جسم البني آدم غير مستعد للتعامل معها، وخصوصا في الفسيخ. في أسماك كثيرة مملحة في أجبان معتقة حتى تصل إلى أنها ربما بعض الأحيان تعفن. طريقة العمل، طريقة العمل الفسيخ بالذات في جوه مصر ليها طابع مختلف، لسه ما بنتكلمش على مصانع عملاقة، لسه ما بنتكلمش على دراسات وإزاي نقدر نعمل التمليح ده بدون الإصابة. سمك البوري ليه خصائص مختلفة وهو السمك المستخدم فيه. دكتور أكيد كل اللي بيشوفوك دلوقتي من مصر بيتابعوك ومحبين جدا للفسيخ والرنجة، يقولك ما احنا بقالنا سنين وسنين بيقولوا لنا الكلام ده واحنا بناكل ما بيحصلناش حاجة. هل طريقة التخزين في فسخاني عن فسخاني بيفرق زي ما بنقول في مصر، طريقة ان احنا نحط براميل بلاستيكية او براميل صفيحة المضرة ولا لا؟ اكيد اكيد هيحصل حاله من التطور في الموضوع ده، والتطور في الموضوع ده ممكن يجي من الهندسه العضويه، لكن احنا في القطاع الطبي عندنا جزء وهو علاج الناس دي والتاهب لعلاج الامراض اللي بتحصل دي. ليس كل مدخن مصاب بامراض التدخين، ولكن احنا بنتعرض لفتره قصيره جدا فيها استهلاك لكميه كبيره جدا من الفسيخ والرنجه، وبالتالي بنقوم بحاله هذا التاهب العالي جدا للحالات اللي ممكن تحصل. اذكر السنه اللي فاتت احنا بنتكلم على 131 حاله. طيب. 131 حاله من شعب 100 مليون ده لا شيء، سعيده برضه في الاخر كل مواطن يصاب يبقى عندنا فيها مشكله. لكن دكتور هاني يعني انه في دكاتره بيقول لك انت بقالك 20 سنه بتدخن، دخن خلاص كمل، يعني وصلت الى هذا العمر. يعني حضرتك اخر مره امتى كليت فسيخ ورنجه؟ اعترف. انا شخصيا ماليش فيهم ابدا، بس بعض الحالات النادره وبره شم النسيم على فكره ممكن تلاقي رنجه معموله لطيفه جدا انا او يعني معموله بطريقه الطف شويه. الفسيخ مستحيل، صعب جدا يعني. بس يعني في الاخر بالهنا والشفاء على الشعب المصري وبالهنا والشفاء على الشعب العربي، ربنا يستر. بس يا رب نحاول نبعد عن الامراض يا رب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للدكتور هاني ابو النجا، يعطيك العافيه.